ولكن كان معانا امور اخرى تخص النادي الاهلي وتخص فريق الناشئين في النادي الاهلي او فريق مواليد 2005، اللي النهارده كعاده النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كل اللعبات بيتفوق على نادي الزمالك وقدر يحقق فوز بنتيجه 1-0، سجل هدف محمد عبد الله والنادي الاهلي بيتصدر الدوري ده ب 24 نقطه. النادي الاهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في بطولة الجمهورية 2005، وعلى الجانب الآخر نادي الزمالك للأمانة ما قدم أيضا بطولة فيها تنافس واضح، ولكن كان أول خسارة ليه تكون النهاردة. المهم تاني خسارة ولكن مهم جدا كمان يا أسامة ان احنا نقول ان كمان حضور ده جدول الدوري، طبعا الترتيب اللي احنا قلناه 24-22، واحنا بنتكلم في حاجة مهمة وهي كمان حضور كولر المباراة والربط مع اللي حصل مع كابتن خالد بيبو والكلام اللي دار ما بينهم النهارده، وحضور مكاري حتى على مستوى التحليل محلل اداء النادي الاهلي، وده مهم. انا بشوف ان يا جماعه قطاع الناشئين، ودي فلسفه انا مقتنع بيها تماما، ليس هدفه الاساسي تحقيق البطوله، مع احترامي للجميع. مهم البطوله قد تكون مؤشر لان انت ماشي بشكل صح، ولكن في رايي ليس الهدف الاول لقطاعات الناشئين ان انت تحقق البطوله على حساب ان انت تحضر احتياجات الفريق الاول. مهم جدا يا جماعه ان يكون في ترابط. شفنا المانيا بمناسبه كاس العالم اللي احنا هنروح له ازاي هي من المنتخبات اللي على مدار سنوات ربطت ما بين قطاعات الناشئين في طرق اللعب وفي الاهداف وتحضير نوعيه معينه من اللاعبين واحتياجات معينه مع المنتخب الاول. ده مهم جدا يكون موجود في النادي الاهلي. انا بشوف ان كولر احتياجاته الفنيه على مستوى الافراد، احتياجاته الفنيه على مستوى طرق اللعب، احتياجاته لتجهيز حتى احتياجات وقتيه ممكن تطرا على الفريق الاول، انا بشوف ان ده مهم جدا يكون فلسفه قطاع الناشئين في المقام الاول. والبطولات تاتي، ولكن يا جماعه انا مش هفرح بفوز ببطوله بقدر ما انا بشوف قطاع الناشئين ده بيطلع لي كام لاعب للفريق الاول، بيطلع لي كام لاعب بيشارك، بيبيع ايه، بيسوق ايه. وده اللي احنا بنشوف ان كابتن خالد بيبو حتى قبل كده كان في مداخله معاه اتكلم ان ده من اهدافه يا اسامه. تمام، ده اكيد. وكابتن خالد بيبو يعني انا كنت في اللقاء معاه واتكلم ان احنا بنركز كمان على نواقص الفريق الاول هو ده. وعلى طرق لعب الفريق الاول وبيحاول يصنع لاعبين. ايضا عندنا على مستوى الفريق الاول كان في تدريب النهارده، طبعا اجتمع كولر مع اللاعبين وكان في تدريبات قويه جدا وكان في تقسيمه في اخر المران، وطبعا الكابتن محمود متولي كان في بدا يظهر في التدريب ولكن بالجري حول الملعب. طبعا عارفين اصابه محمود متولي مع منتخب مصر، وكان قدم بدايه موسم رائع جدا ومفاجاه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي من مستر كولر. فان شاء الله بكره راحه سلبيه للاعبين منحها مستر كولر للاعبي النادي الاهلي، وهيتم استكمال او العوده للتدريبات ايضا مره اخرى يوم الاثنين القادم ان شاء الله، استعدادا لمباراه المقاولين العرب اللي هتكون يوم 27 نوفمبر. انتوا عارفين 27 نوفمبر يعني ذكرى مباراه القاضيه، فنتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي في عبور المقاولون العرب. مباراه الكاس يا جماعه يعني بتبقى بتحمل العديد من المفاجات وملهاش كبير زي ما بيقولوا كده، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يستكمل مسيرته الناجحه بعد في بطوله افريقيا والعلامه الكامله في الدوري وتحقيق السوبر الافريقي نعبر مباراه المقاولين العرب ان شاء الله اللي هتكون في ظل يعني معركه كاس العالم، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حسم هذه المعركه.